مثنى حيصاب راب مريم شاب حين انددت قد خل بريات هولا بحنانا. كذلك يجب أن يكون الشمامسة ذو وقار لا ذو لسانين، غير ملاعين بالخمر الكثير ولا طامعين بالربح القبيح، ولهم سر الإيمان بضمير طاهر. نرحب بجميع متابعي قناة القيامة وبرنامج خدام الرب. ضيفتنا هي إحدى شماسات كاتدرائية مار يوسف الكلدانية عنكاوة العراق، الشماسة القارئية برناديت موروغي هما. في هذا اللقاء حنستخدم اللغة الآرامية اللهجة الكلدانية وبشينا وطواثة بشمشتنا برختة. أويت بسمتا بشينا بقاوة خاطر جنان، شكرا قدير لقاء. مشاريوخ لا أتتبقتا قاوة تغدا من تراتيل صلوثة ديوة محضر تحطالا. تمام. قاود أور خين شي حباسا لك زادا مين تشتا أور خستا دي في ريلا نيخوتيلا وش لما قاود خايلا قم فاكرا وعوقاني وغبنو إيشو استادي دايموتا تطيري من كل بشتا بما أوتيت أنا فيتا إيش عقاتي لخورا إيقد راحا مخويني كل طواتا قور داود أورخيت شي حد باسا لك زادا فين الخشكا أورخيت ستادي بيريلا إخوتي لا مجتمع. آمين بس مجانا خصلوصة قبلت تكلان. آمين آمين يا رب. شما أخزيانا ميقرأ شمشتن برختة برناديت بالأصل إلى من ماثت شقلاوة، يعني شمشتن شقلاوية لا ليلى أكيد بشان بقوة خرتقع شمشتة بس مجانا خوية بس خمتة إيوة تبلطم خبيثة بريخة بابا ويمة وطلط بناثة وأربخ نواثة على يا ولوخن صحة وعافية. خاث ربثة إلى شمشتن شما وخزيانا خاث زرتا إلى ماسير مارغريت هم فأكيد شلاما الماسير مارغريت دي لغدا من راهبات بنات مريم الكلدانيات. بابو يمد مقملة هذا خبيثة إب شمشتا وماسير منيتن مئذتن شمشتن توجيه بابا ويما طلوخن ديخوا وأولوية إيتا جابوخن بخيوثة بخيوثة ديوخن ميوتنا قاو الشقلا وخشوان ديخوا. نعم أكيد تدخل قائم قوي مع عائلة شاتي وكاخل النفس نبأ إما أنت قائم بنفس البيئة شاقل أكيد يعني اكتساب كاوت أو من دي تخازيلي أو من دي تشاميلي خاصة مراحل عمرا وأن حكمة قميتان وحكمة أجيال فقر منن أكيد بش وطاعة قبول قاتد رأي بابا ويما و
يعني او ديوق وخبره، خاصه اخي بالنسبه عائله ديدا، يعني كلمه بابا امر واوا لتوالد شو رفض يعني لك باري وا تبلغ لا قبلغ لازم نتطلي او مندي ببري شوتا قازق فاني ديخ زالو تأيتا واحني لازم ازفا وشركيوا ببري شوتا يعني انا كبيرة مأثنة بقيم خش كنياتا وزالو ترازي يعني مندي كبيرة رابوي وديبي من ودخ ايبو اي شنتا بسمتا دم خش كنتا خاصة ساعة اشتهاوي وراز بسختاوة تدوى وقيطة ساعة اشتا تدوى فايشة اشتوبوغي يعني بعد قليلة بفاتخد لكاوي قيم من شنت واني ازيوى قرازو ادفا اخني بعدين قيمه فأي كبيرة كبيرة مؤثر وي وقيبي يعني معذبان وامرين وميلة اي قوة قدا فعالو وقيمي وازي قيت اكيد اني عفوا لازم يعني رمشان رازن لشو قالوا راز بصراحة شو تايمات مناسبات بشباني ويرخد مريم ولبديشو أني لازم أزخوا قرمشة مش مخوا أيت كل يوم طلبات ومرات بقري وميوي ومطلب يعني أو يومة بلا تديدي ضيري يعني التنبالة ومصوتي والطاروية تقاوت درت دقيقة تقاري ولا خاتم أخوية يعني تأمل اليوم السرشن هذا خوتا مدروس تعليم مسيحي يمكن يلبانا قما يمشي حايا هم نتقاوت أخوية الشباب ويمكن أخويات خلنا قاوت شقلاوة ما حكي لنا الآخد متى بوزونا أكيد يعني أنا من بعد التخرج وتعين ليش نخدم لي خارج شقلاوة يتالي رأسا يعني دلي وشرك لي قاوت نشاطات دقيقة في البداية أخوي مشكل شباب ففيش أخني بديانا مع دور المواضيع تا أخوية ومفخشة ودخوة سفرات ولقاءات كبيرة بس بعدين مشغيري بتعليم مسيحي فترة وخاصة فترة يعني تعليم التناول بلى من معلمات ومن هنا بدو زونا هل ديقت تقريبا فترة لوا وزرتها بعد الزواج يعني أنا استمرار وتوالي يعني فترة أولى الطفلة الأولى بعد يعني استمرار وديم بعدين قطيلي فترة هم خرتك دقيري من ديالي رويلو شريلو اني مشاركة وداني مراحل التعليم المسيحي فانا بش لي زالة منه شقلا وخا شعبة حتى يعني مشجعنه بش كبيرة التزام او دي وازي بلا شمشتن برنادات ايوت خريجة اداب قسم التاريخ همين بش لخ مشرفة تربوية هذا شو سرشن قاوت شقلاوة يعني شد أمو خوت وقاوت مجال التعليم وبقيت بخدمة تخمن ومجال التعليم يلبا نمشي حايا ما حكي لن الانتري أمو أرخ قاوت ملوبة يمكن إذو خكمة دواوي بلابة تعليم مسيحي بقيت وتمدرستي نعم أخني جوزونة أخني مقروخوة فتوى تعليم مسيحي بمدارس حكومية. نعم. شغيلي بعدين من يعني قرار بلطو المدارس الأكثرية هاوي دراي من دي قام شغيلي تعليم اللغة بس. بلد. لغة سرية. قخكمة مراحلة عند أكثرية شعبة هاوياوة دراي. بس تعليم مسيحي بس بقيتها هاوي. بس أكيد يعني قربي من طلاب مسيحيين لأن أنا وانوا من شقلاوة بثانوية بنات وآية الثانوية الوحيدة ودي فترة أنا مقرينوة نعم. وكبيرة عدد كبير سراي ويوا يعني مشجع أخوالي
وهم قالوا التقيطة مقفوله تعليم مسيحي، فأيا أكيد يعني الناس إنهاوي اختصاص سلك التعليم مش كاوي بمقرولة أو من ديت كبه مالبلي، إتي أساليب إتي وسائل تراول تلميذي وما تكسب أودلو تقرايا وكمتابعة. يعني أكيد يعني ما هو أسلوب ديغ شمشتا قاوت ملوب أسلوبي لوي وبس يعني أنا بس محكي يعني كنديقات سؤال وجواب أكثرية، بعدين يعني شغلا وفكما داني تلخيص أو ديوة أو ما فكرة شخص من درس جوري أو من محاضرة جوري أو مرات يوان وفكرة المحاضرة فأمر وما أتوخن معلومات رشتي موضوع. ودائما وحتى التعليم المسيحي عجب والي كتوى الملاحظات الصبورة، يعني هم حياة تعليمية كمدارس هم تعليم مسيحي، لأن أنا هذا قادي وطريقة صحيحة يمناش كاتول خمندي الصبورة فايش مش طبع ميشكت برناشة وتلميذة من بس ما ناشا ما حكي مني بلى ايوة تآيات اي خاصة رب ثباثة وخاصة غزرتها بش لما سير دي لما سير مارغريت من مأثر خاب خنا آت مأثر خب خاسخ لو خاسخ مأثر بقاوخ. طبعا أنا صحي ربط وقم دايم شوري والي جاوت مقروء التعليم مسيحي وأخويات لأن فارق أمور كبيرة بيني وبين داي بلى أكيد أكيد اختياره وقدي أرخى ويوخى علامة استغراب لا بس طالي كل ناشد بيته فقط يعني بابي لم عجبه وكبيرة يعني هذا مش أقل أمور بسهولة بس أخني يعني إنه خاطة زرته وجدد بش مدلل كويا طاية ولا أساليب الجانب دخت هذا اختيار لا بس أنا كبرنا في آية صراحة سيرة ببنات رهبانية بنات مريم كلدان الشخداوة فواي أبو عمر ابتدائية ومتوسطة آزي وقيبو أني مشجعي والو حتى تعليم مسيحي بزون الداني بزو يعني بش قرميوة وبصراحة إيقاتا بزيارة بيتواتا إتوا يعني ما سيرات عزيوة زيارة بيتواتا أو ديوة ويتويوة طلاع وديوة الأوضاع فأني من ديانة كله آية متأثر ووقاو وأخني هم طبعا طرفين يعني آية شمو أرقم ترقاوان وأخني شمو يعني بلى ألها كم بارخ لغ بخبيثة بريخة أموخ إيه تغزرت شلامن تبع بتيلوذخ أخونا إشعيا إليا يوسف وبيرت أدبيثة إلى تتاب ناثا وخبرونا لارسا ولورد وفرانس ما شاء الله إلى كل خريجي جامعات فأخا دورة شمشتن أمة أنيا اللوذ طلاثة داخ كمرخ شتي كمغزتي هي مانوثة وأرخت آتا أرخت مارنيش عمشيحة خاصة زمن قملخ بقاوح كم شخلب الأزونة دي أخنا نبقاوه لناخ شد أموخ إيثن وسائل التواصل الاجتماعي إيثن مغريات كبيرة ليلى صحيح أكيد يعني كل بابو يما تعويلو رغبة قوية إنه مخوي لا أرخى طوطة تيالي أنا كنت زور من المراحل الإعدادية لازم يعني كنت أزن وقائتها وأني هاون ومني يعني ببري شوتا كدت من زور تاوي بناتها وهم بروني هل زور وهو الرابع عامش يعني أبت لقاطي ومن إيتا بصراحة لكن بعدين داني مراحل مغميرة زونة خلبلي إيمان أخني بابا أمر وطالا فمن دي عجب ولا لا عجب ولا بدون ما تردد أو ضغط لازم نرفض بس ده ليه بالنفس قوة
او ليبن نفس وسيله استعمال او دخله طال، فقط انه احنا بجانا مخوف مثال طاوه قرخشتن قيتا ويزالا محطوي منه قاود مناسبات داوى مواضيع بتاعها. يعني حميدة وشكيرة الآلة كازي قيتا باستمرار، خاصة بناتا فيش متعلقين داوي ومن كبار مناسبات تابت شباني وكمان إيتن أي مناسبة يعني حسب ظروف دي دولي نتفلخي كاتي قمشاركي. بس جيل الدها خورواتا فيش مؤثري اليالا من بابا ويمه، يعني بصراحة خورواتا اتو دور كبيرة يعني اي خوري اللي بيزالي لي كازن منه، حتى تشد بابي امري شد زمي امرالي يمكن مرات لفو دي او من دي تبقى. بس خورواتا لا، خورواتا طاعة كاملة يعني قصة خورة لك توري لبس بابا ويمه كتبه. شمشتا نعم. مجرب لخ آية منقية قاثة خورة أو خرصة يالخ؟ لا أبد، يعني شدة مخيثة بثواثة إي بهمن يالا بعمرة يالخ وكذا تقد بيثة بريخل ناشت قاتلي مهي منانلي كم حولت، يعني مثلا تقوضت علاقة بيناثي التوي خوران يالخ هادخ. يعني بصراحة عند خوروات ديالنا الشقلاء وخوا غير جماعة وخوا وكلن نشوات دغداد وخوا وخاز وخوا اغدادي مش كبير، بس كدي تيلا العنكاوة يعني تقدر كتخا بخوا منطقيلي كتخا بخوا وخوا كتخا يعني حروقي وغمن اغدادي لقاءات إلا بمناسباتي بصراحة، يعني بل. بقيت وبارخة حفلة وإدواتها يعني دا لقاء أي كما قلت شقلاوة وأخوة لين زرتي لها بشهاوي واللقاءات بشهاوي وأقداد غزايا، يعني أنا بزالي وانت دوام خزين وأنا عوائل مثلا خار وخار الوضع حتى اليالد غداد يعني دا وبميكي المراحل وما بيادي هذا بش إطفالا إطفالات وهم دا ريالا نشتغيله، يعني جدت إيمان أنا أبن فلطني أن أزن جيبت بلكة يالة خورياتنا يعني ديو رحوق من أن يالة خوروات بناتي وبنونينا، بس ظروف دام بدل لي بقت الوقت صالة ودد بغداد بصراحة. شمشتن دا منيتن تمشمتن من دي خنق دا من صلياثة عنيثة. تمام، أهلا أهلا رسعيني. بالليلي بما تطلب لي تخلي نوري طاري وعتم طيلي أنا مشتاقوتي شكرا رحمة نستدي طيلي أنا مشتاقوتي شكرا رحمة نستدي طلب لي مصوليني قامي قلب سموتا كم جاوبني وارحق لي مني عوقاني بربز لي مني جورابي مرحق لي مني أوقاني بربز لي مني جورابي كل مسكينة كم قاريلي هاي ما نوتا وحاقوتا كم جاوب لي خالي نوثا كم خالص كم كل بلاتا كم جاوب لي خالي نوثا
خالص ظالم كل بالات. آمين. مشات تري قلبي وشواسر مشني لخن من شقلاوة العنكاوة. أول خدمة تديدة خواوة قاوت ايت تمرقي ورقس تكل زايف قاوت عنكاوة يمكن لأن واوة قروتا بيثوخن شمشتا بالضبط بلا بس إيه قلاوة شمشتا شقلق درغ الشمشوثة شماسة قارئية يوم تتري ميرخت اشوط شات تري البوت مناسر يعني بصر غدشاتا من استقرار دياخ او يشتخ قاوت عنكاوة محكي لان انا يوماثا ديخ كم نقيلخ وتا بغدامة قمدخ خدمت الشمشوثة قاوت عنكاوة قمت تويت وشمشتا. نعم طبعا انا كنت من استقلاوة خد من ورازي بعدين يتيل العنكاوة محاولة ودلي تطور المذبحة رأسا لأن خفترة لم سمحيوا بصراحة لأن كنيسة أو إيتد مارجورجيس من أقدم كنائس إلى قاود عنكاوة فقصة صعبة وإنه إنه بختة ما تيسطى المذبحة خدمة كده هندا إيت الناس يعني أي صعوبة بخازيلة بعدين أنا يعني كبيرة محاولات ودلي الخيومة أبونا ثابت ومقدوشة جيبا وأنا كتابي مني تنا شلت وقم استغلال قم ودنا فرصة زلي القامة أمرن أبونا خدما قراز خدما نق عمل كيدت نعم فخدم لي وآية واوا نقطة انطلاق أم يدي لي ناشي أنه أنا تدا خدما وما بلط لي من رازي كله آني هابي بسيمي كبيرة قم شجعيلي مش لي يعني هذا بقرا والمذبحة وغدامة ومنوا يعني أبواتا أبو نزية أبو نسالم أبو ندنحة ألم حاسيلة ويناية ويوا فكل آني يعني وقيتا منوا وطفد مقدشيوا وشبتا خا قجا يعني رحماوا أنا مقدشيني عفوا خدتنا هل فتلة فترة خيو ما قم بلغيلي أنا وخمس بنات أخذ أزغ أوضغ تدريب تسياميدا صراحة يعني هلدا ليون مهيمنتا دخبري الهادخ وأني ماتو اختيار كموديلي بس غزيلو اتي رغبة اتي قابلية فهاوي بسيمة اتيت يعني لدي نعمتها بس الدعم الرئيسي كاختياري حسب معلوماتي انه اي قاشة صغية لان دائما امر والي من خدمة والي لازم فيش الشمس لازم اودن الشمس انا مرن اي خلمي للكبار ابد عمل لا قزية فعلا كشكر خل مريا انه اما خويلي اي نعمتها اي واوا نقطة تحويل جذري وخايل بلى كالشانة كل ذايا قراية وكثاوة ديخي وتبقاوة وهمن كطقسة كألحان كنسية حاليا الحمد لله لا بأس تكمل الكبيرة هويوا دي خدام درازي اللي مشكلة حسب كهنة دغم شاري أنا قصري منه معلوية مكتوية لحن يعني كله أني خدام درازي حفظوا لكن دي درمشة لأن احنا هم درمشة كازخ بتم كتاوة فارغ قاو بنشمسمق ونشفير وصلاوات قلنا فيه كثير المريا جبت لي قراية وكتابة يعني كلدانية مع العلم أنا لا يدنى ولا قريتي خلال مراحل دراسية جديدة ما مشخ لبلقيبخ من شقلة خي الدرغة يوم تتري ميرخت اشوط مشات تري البو تمناسر بصر اية اموخ يوما بش لناش بقرايخ شمشتا شمشتا برنادات لاست برنادات كيدت انا من اول يوم بيستقلي المذبحة ناس لي ديوال الشلي لان بعد
لونه معروف وعنكاوة ولتوالي أصدقائه واختلاط من ناس عنكاوة. من أول يوم أني داري السمي شمستا وهلدا تناسى لقاري السمي بس شمستا إيه كتبين لأن هم قوي تواتا خنا قدمني وكل آباء تقريبا وعنكاوة يعني خني براز ديدو فتناسى لقاري السمي. مع العلم صراحة أنا كبيرة قاعدة بالسمي بس تمريلي شمستا، فأنا متونة فلياني ولادة جديدة يعني يوم ميلاد جديد يوم أنا رسلي قارويا أكيد معلوماتي بس إيتا بس تقصى بس أني طاواتا فما بس نصيب تقوى لفهم أخوالي أمر أخوالو حتى تلقائيا قسمة منه سمو أخوالو يمكن كبيرة مرات غلط حفظ أخوالي بس داك تاوى بداتا هيك تاوى السم تاوى بس أني صلاواتا أو قاريت تأمل أو تقاوى كفاية لقخايو يعني تتراخص خدمة الشمشوثة جيبخ أكلة بس بقيتا المذبحة بيثة متيالة متناشة من وجهة نظر دي خايت كشمشتة برنادات مروقي. نعم الشماس يعني خدام آمين. خدام الرب وخدمة رب كل دكواتا كلية يعني إن أنا لو خادمة هو سلطة قبيتي خيالي دخئي بمخوينا خدمة بوئيكا إن لو يعني قد المسؤولية قاعد بيتي قم كل من دي حتى توين مطلطاوة خيالي ناشت بيتي هاوي بسيم بصراحة لاوي دي دعم أنا من بيتي بفريشو تباب ديالي أنا ليبي كل المنتي أو دني لأن يعني كبيرة وقتي كازل براي بيت بس رغم أيش محاولة فتن أو دان توفيق وقويتا هم لازم مخين مت طاوة طاعة ومغمرخ يعني لازم تصرفات هاوي مخوية يعني بشتي ونشمشتا أي تصرف حسابي لريشي كبيرة ولك هوين أناني دائما اي اصدقاء كبرناشة يعني انا دائما كذا تشجيع بناتا تان يات تبحى تمشي روكي كمولي اي ارخى لان ليوا ليوا ارخى سهل لازم هوية تفرق حتى تشمت مس بلى شمشتا ذهب الزونة إيوة تغدا من شمشياثة كاتدرائية مر يوسف تكل ذاية قاوت عنكاوة العراق آخر خدمة الحادية ديخ ديخلا كد يوم قزالت الآتة كد يوم كمقدشت التخدمتة لو من خوشابة الخوشابة تقسم الأدوار جيبوخون ديخلا علاقة تغن آتون كشماش وشمشياثة أما تغذار ديخلا دعم اتمرعيان تأتا أو كاتدراية مر يوسف تشماش وشمشياثة إيتا داخل نعم أنا كل يوم كذا رازي لازم يوميا حتما كل ما وقت يعني مجالها ولين كده تشماش فينا شئيتن كاتي قيتا هاوي بسيمة كبيرة أنا من خلال قناة الدوخن شكرا وكل خاف هاو منو بيت مرغوديس بيت مر يوسف حتى ايتوا تخين كازن انا بس فازيلي ايو سوق المذب حولوس يعني همدي كبير الى طالب صراحه انا لك خصت نبياني طويا اللي بطاره ختما على الاقل رازي شبكه حبيبي على الاقل ومرات في قايل يومات الخوشباني دورة قارئات فقط قراءة القديمة يعني عهد القديم وحسب الجدول يعني
هم قارويات بني وبناتها كبيرة لقاس يرسل، فحسب جدول ما كل طالا تماشى مسؤول تدريبات جدول كل منديل دكتور أو طعن خطيوة وخدمة جرس أو سلامة أو قراية. يعني أنا صراحة بالزودة أو شابة، يعني كتبين شابين هبينا وأكثرية بصراحة لازم نخش كنيات بلى إن لازم كنيات نشارك لي أي تماشا هاو موجود تديلي قامت صامد رازي بس لا يعني جزء بلى شمشتا آية بشلخ شمشتا بشات تريل بوت مناسر، يعني لطخ كبيرة شن بيت خدمتها كرسمي إيثن كبيرة من عنياثة وصلوياثة قاوت إيتا دقارة لشماشة وشمشتا أمخ لشان كل ذاية خصة أسقلة فصحلة قبل خا تعايننا تت دخلة التناثة داخت قريوخلة ما هي البوشة قدياح بما لحن قركت أو دخلة فآخا آيت متصلت قاوت حكمة من شماشة أو مرة عيانت إيتا كم بقرت هذا بقارة طلبة عينتا؟ نعم أنا من شو راية يعني بياشي شمش ترطني اتوا شمشة على ناطري وزاما وإيقارا طالوا أو لا يزال التدور كبيرة قاوت ببري شو تمر يوسف وقبل خدتا لها مع الأسف في فرقة أستراليا بس اتصالا منه مستمر إليه صراحة أنا بدرجة مين شمحو شماشة؟ شماشة سليم شلاما طالح بلا شلاما ويقارا طالح بكت هاوي آلها موافقتي وآلها ناطري يعني عطاء إلى آخر حدود قد خد طالب منه أي مساعدة وما شاء الله يعني أنا قمت وين بروفيسور بلوشانا وقاوت عنياتا وقاوت ألحان كل من دي آوى يعني قالف والسماس بلكت انتقمتي لأن أنا خسرت تزيون إتمر يوسف ويل بيادة دورات يا لزوري وكان سماسي تديل بي ألحان كله أنا سماسي هم سماسة نائل أكيد يعني أوس ما شاء الله له شلون طالع بلى كبيرة كامر يعني سماشة سليم لت بديل كل من دي اللي في أغنى داوة وأنش كبيرة منه هاو بسيمة وعلى نار آمين يا رب. شمشتا كما شمتن خكمة صلياثة تراتيل بخقة لبسيمة أثوالخ قمدخ مشاركة قاوت خدمة الجوقة همين؟ أنا بجوقة رسمي لا فقط أثناء دامة رازي تراتيل بس أنا خقصة في إذن موسيقية خقصة لا كبيرة سمن ترتيلة ومحاولة كودن في قاند لحنة وأودن إلى حد ما يعني تدريب كودن تقياني بجانب لا بس جو قالي كان لبري لي وبري طالي القصة حاول أود لي في الفترة الأخير أمري لا ما دام تلك الشمشوتة مرار ود الداية لبي شفتي يعني شمشوتة وجو فليزل دها إيوة آية غدا من أعضاء أخوية لبدي شو همن إيوة عضوة دا من هدمتا قاوة جمعية رحمة الكلدانية بعنكاوة محكي لن انت تاخد متياثة اوكي انا وانوا خامن هدامة البديشو بوئت مرقورجيز في نعمتا لكن في التزامات يعني كبيرة حضور لأن يعني بعد وين هو بالدوام ويوم الثاني الصاليوة تهاوي وادي يعني أنا مسافرتها كان هاوي وادي خشية خاصة بعد ما فقدت سمي
قاود قرعة قاود جمعية الدانية ولتوابي أو دان تبين تربي هل ديقت متود أخوية اللي بديشو قاودت يوسف غزيلي أو يوم تونا قالوا كبيرة من ناس قالي فدا أنا مسؤولة أخوية وان كودا محضر الطاواتا شهرية يعني كنت أسبوع مام صالح وكودخلة ورديد اللي بديشو سبتة خدا مقشمنو أدوار في صلوات مقشمنو حتى تلابس خشب أو تري شخصي حتى دوردية كنت سبتة خا وردي أو بديشو كنت صوتا فصلوات الفردي الصلوات الجماعي كلهم بغدادي كم رخلو وإتن زيارة مرضى نصابية وإتن سلوطة مرات قلبي من الناس هم سنة صاغية وتدني أو التقنية معينة أما جمعية رحمة تنقاوة ودوام التزام طبعا هي طوعي لا بدون مقابل مرأة خيرية يعني تشتموا قموزع مواد غذائية بيض فقط كيفية كتب زيارات همين مرضى وكازغ زير الحوائل كانت قد في طلب انه وضعوا لي وهو كازغ زير وقلوا كازغ من قوة دخل وضعوا حتى تهاوي بلجنة شقل قرار دي بنس عدالي نشاطات الدي الجمعية صراحة تبقى أنواعيه إما مواد غذائية أو دعم صحي أو مادي كتن ستة وتقريبا دام طيلوا 60 عائلة ودخلوا دعم مادي شهرية ولو قصيري بس الحمد لله أحسن من ماكو فداني كبيرة هوليني وكتن عوائل مواد غذائية في وقته كتنش أمراض مزمنة أتو كيويلو جديد قتال وتخفيضات 140 هم كودغ مساعدات أنا عمليات كبرى الناشد لها ويبدأ كل مبالغ في عملية يعني كيريد جزء من دي مبلغ أكيد عند فقيري هاوي هاو واردات بلى شما وخزيانا نم يقرأ أرختن شما اشتبر نادات التخح برابة يمن مط مريم وتلب ديشا ما دخ مناتن مشمتن ترتيلة تا يمن مط مريم دات محضر تطالح من ديديو دائما حاضر يوم لبيك نوال مشتاق وتوام يا مات مريم لمزة يوحي تسفو يا توام توقتي واتي كلاي وصاياتي يا يمي مريم يا جياني مريم يا لبي مريم يا روازي مريم برات ديويا قمبو بيتا يا مات مريم موصف ديوات كل بيت يا تا باتي علما يا يمي مريم يا جياني مريم
يا لبي مريم يا روازي مريم آمين. شفعتي من مط مريم أمة كل انشمشتن. آمين يا رب. آية ديوت من متابعي قناة القيامة، ما رأيك بيت قناة بن أرخت كوئتن بنت بقياثة ديدن إلى كلها نعمت من مارني شو عم شيحة. يعني بصراحة كبيرة مع أنا ودي دورت هذه المتيتي ودنا أسئلة بقت المتيتي كله أرخص أكيد كبيرة يعني الناس تثبت منه وتاقل من خبرة بين كتخة رسالة معينة أي رسالة يعني خدمة معينة من خلال دي رسالة مقدم لها أو إيه تاودة فهوية بسمتة وإن شاء الله تقلب مريا تشتبقى ما يزالة وبسمتة أنا كبيرة كتنة شكا المخرج كبيرة كما تهيانا وكما تهيانا كأكيد اللي قلت دولار غملي خديت بقتا وقال أنا متابعينا نشكر حسن تواصلكم معنا، كونوا معنا وحلقات أخرى متنوعة. متنا حيصان هولا بحنانا